السلام عليكم خاوتي خوكم سفيان توجو أقول لي بك أه... ما... كما قولوا اللي يعني لي برك شكون يعرف عطيتري واش كيما نقولوا واش الزاوج تاعو غني دوكا اللي يعرفها واش من الزاوج تاعو غني دوكا على كل حال هذا ما حش نقول لكم شكون واش من حتى يجي الوقت حتى يجي الوقت باش نقول لكم ياك يعني اسمعوا برك شون قول لي واش من الزاوج غني دوكا انا مركا ما حش نقول لكم ريزيلطا ها نقول لكم شي حتى حتى يلحق الوقت وما زال وقت ما بعيد شويه لي سمعتوه دوكا رايكم باش نقولكم لكم عاف العام لي فات وعدتكم تاع اسمع الشون الشون كيفاش كيفاش اصل الشون وكدايا تما قبل ما نبدا نهضر على الشون تما الاصل تاعو منين يجي وكدا حبيت نقولكم بلي باللي هذا راهو هو تجربه هو تجربه وكاين كاين واحد اخر ثاني يعني تجربه اللي نسمع فيهم آه تجربه بصح هذايا مازال ما, ما فرعش الغنى تاعو بصح اصوب تما واش رايكم هذا آه ما سمع والو من البيضه هكذا باش واحد ما ي... باش ما يقولكش ما عادي تجربه خير من اللي درتها تاع العام فات حكمنا زوج فروخه واحد سمعنا واحد ما سمعناش هذوك راحوا طلقناهم قلنا نعاودوها زيرو معليش ياخذ الوقت ونتعلموا عفسه ما خير نبداو بالبيض ثم هضرنا بالبيض هذا اللي كنت تسمعوا فيه من البيضه من البيضه ما سمع والو هكذا هايا يعني. اش آه. برك هذا ما كان باش تبعوني مليح مليح